بالضبط. دلوقتي انت بالزبط. عندك حدود كانت مفتوحه للحدود الغربيه مع ليبيا وحاله الانفلات كانت موجوده وداعش اللي موجود في ديرنا اللي بيحاول ان هو يوصل رساله بان هو موجود وقائم ويستطيع الدخول الى مصر. كل هذه الطرق قد تم قطعها على الدواعش وغيرهم من الارهابيين، واستطاع الجيش المصري في حق الشهيد واحد وحق الشهيد اثنين وحق الشهيد ثلاثه وغيرها من العمليات العسكريه اللي بتدور في على الحدود وعلى الداخل المصري، نجاحات قوات الشرطه المتتاليه في القبض على الخليات الارهابيه الموجوده. يعني خليني اقول لك في خلال اقل من شهر احنا الداخليه نجحت في ان هي تلقي القبض على من وقعوا مجزره حلوان، وقدرت جابت مجموعه من الارهابيين في اسماعيليه وفي حلوان وفي جيزه، عدد كبير جدا من انت كنت يعني مرشحه ان تكوني عباره عن علبه كبريت بتولع في بعضها من الارهاب اللي كان يبقى منتشر في مصر. لكن بفضل من الله وبفضل بالرجال الجيش المسلحه والجيش والشرطه يعني نقول ان الوضع الامني اكثر استقرارا مما كنا نتخيل، في تحسن مستمر احسن من كتير جدا من دول اخرى ربما انهارت قواتها المسلحه والشرطيه. جريدة الأخبار نرجع لها تاني، وخبر على صفحتها الأولى بيقول 12 مليار جنيه مقدمات أراضي الإسكان، 15 ألف طلب والسداد كاش، وفوز المتقدمين بأكتوبر بدون قرعة. موضوع الإسكان ده يعني بيشغل فلوسة ايه؟ أيوه. يعني 12 مليار جنيه مقدمات حجز أراضي في أقل من شهر ونص. يعني انت بتتكلمي في ايه؟ يعني ده فين الدوله اللي النهارده هتلم 12 مليار جنيه مقدمات؟ يعني فلو في ناس بيقول لك عايزين ندفع كاش. يعني الموضوع مش محتاج اللي انا اتكلم فيه ولا خبراء. 15,000 طلبوا السداد كاش. يعني انا بقول لحضرتك وشوفي الارض بكام. هم اذا كانوا هم قدموا اللي قدموا كلهم دفعوا المقدمات 12 مليار. طيب التحصيل بتاع الموضوع ده كام؟ الارض دي كلها بكام؟ ده مرشح ليها ان هي تكون باكثر من 25 مليار جنيه. تمنها وفي ناس قاعده تعرض تدفع كاش، وبنتكلم في اقتصاد مش يعني هو متهيألي الخبر والكلام يعني والارقام موضحه نفسها مش محتاجه ان احنا نتكلم في حاجه يعني. طيب نروح لجريده الجمهوريه وخبر على صفحتها الثالثه بيقول القائد العام ورئيس الاركان يلتقيان مدير وكاله مخابرات الدفاع الامريكيه، دعم التعاون العسكري والامني وتبادل المعلومات بين الجانبين. تعليق حضرتك. يعني ربما ايضا هذا الخبر ياتي في سجل الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن امكانيات الجيش المصري وكيفيه اداره الملف العسكري في القياده المصريه الموجوده، ان يكون هناك تطوير وتدعيم لقواتنا المسلحه. حصلنا على طائرات رافال من فرنسا، حصلنا مؤخرا على حملات الطائرات الاولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. ربما اللقاءات المتعددة التي يقوم بها القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والقيادة الأفرع الرئيسية في الجيش المصري مع مختلف القيادات العسكرية في العالم تؤكد على أن مصر دخلت في مرحلة أخرى، مرحلة تنوع السلاح وتطوير السلاح وتنوع مصادر الحصول على السلاح. ودي كانت الـ 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 الأزمة اللي موجودة عندنا قبل 30 يونيو، إن إحنا كان عندنا مصدر واحد للسلاح وكنا بنروح له ونقول له ادينا وهو يتحكم فينا ويفتح زي ما بيقولوا كده بالبلدي يفتح الحنفية ويقفلها براحته ويتحكم فينا. بالظبط. النهاردة إحنا خلاص تحررنا من الكلام ده كله، عندنا تعاون مع فرنسا، عندنا تعاون مع ألمانيا، تعاون مع إيطاليا، تعاون مع واخرها كانت يعني تدعيم الاسطول البحري حملات الطائرات الاولى وسادات جايه الاولى دوليا يعني الاولى عربيا وفي الشرق الاوسط. لا توجد دوله في منطقه الشرق الاوسط لديها هذه حملات الطائرات. احنا بنتكلم في ايه بقى؟ خلاص انت بتتكلم في جيش بيضاهي الجيوش العالميه اللي هي بتحاول ان هي تفرض سيطرتها على العالم. خليني اقول لك تصنيف الجيوش، شوفي مصر كان في مركز كام بقى في مركز كام دلوقتي؟ احنا كان الجيش الاسرائيلي متفوق علينا، النهارده مع الطائرات وحملات الطائرات والاسلحه والجندي المصري الشريف استاذ خالد. بس طول عمر الجيش المصري يعني زي ما بنقول برضو زي ما نتكلم بالبلدي ليه شنة ورنة طبعا يعني, يعني الجيش المصري بيتعمل له 1000 حساب. ما هو ده بقى اللي يعني كفايه ان اسرائيل نفسها بتعمل 1000 حساب ده اسرائيل وغيرها يا فندم. بس وخليني اقول لك اللي حاولوا يشككوا في قدرات الجيش المصري رد عليهم، احنا ما بنتكلمش، الجيش المصري ده ما بيعرفش يتكلم، الجيش المصري بيفعل بينفذ بس بيفعله بس عندك ودي اهم حاجه. اللي عايز يورينا نفسه يجي اتفضل. احنا عندنا
خير اجناد الارض، عندنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عندنا شعب ظهير شعبي ورا الجيش المصري بيتمنى ان الجيش المصري بس يشوف حضرتك الارهاب ده كله والجنود اللي بتموت والضباط اللي بتموت في الجيش او الشرطه. شوف حضرتك بقى التقديم لما بيحصل في القوات العسكريه اللي بيحصل، روح حضرتك شوف حضرتك، روح نصور ونوري العالم ان احنا شعب ما بنخافش، ابهاتنا واخواتنا بتموت لكن ابنائنا بتروح تتقدم وعايزه تدخل وعايز بالزبط. في ناس ما بتقبلش بتموت نفسها يا فندم، ما بيقبلش في القوات العسكريه بيروح ينتحر، اكتر من كده حاجه تاني؟ وهو عارف ان هو ممكن يطلع يموت صح. لكن ده دي بقى الشخصيه المصريه ودي هي دي ده الشعب المصري الاصيل. طيب اخر اخبارنا هناخده من جريده المصري اليوم، وخبر بيتحدث عن الانتخابات الامريكيه، هيلاري تغازل اللاجئين وترامب يلجا للفقراء، حخامات يهود يقولون دونالد عنصري، واستطلاع يقول كلينتون تتقدم بفارق 11 نقطة. الصراع حامي جدا بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وربما يكون حامي وانتهى، خلينا نكون برضو على أرض الواقع. كلينتون ربما تكون حصلت على الأصوات المندوبين المطلوبين الحزب الديمقراطي، وربما نحن على مقربة في شهر يعني نوفمبر المقبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية واختيار الرئيس الأمريكي، ربما تكون هناك مفاجأة وهي اختيار أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية. ربما كل العالم ينظر إلى هذه الانتخابات لأنها بالفعل بدأت منذ بدايتها مع اختيار المندوبين سواء على الحزب الجمهوري أو حزب الديمقراط، بدأت يعني وضحت أنها ملتهبة وقوية للغاية والكل يلعب بكل الأوراق. ربما ترامب يحاول أن يعني يتساند بإسرائيل واليهود الموجودين واللوب اليهودي الموجود في الإدارة الأمريكية، ربما كلينتون تحاول مؤخرا أن هي يعني تساند القضايا المطروحة على الساحة الدولية، لكن أعتقد أنه اختيار هذا أو ذاك لا يغير في سياسة الإدارة الأمريكية اتجاه المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولكن نأمل أن يعد درس جيدا بأن من يساند الإرهاب ويساعد الإرهاب ربما يكون هو أيضا عنصر من عناصر الإرهاب الذي يكتوي بناره. نعم، في نهاية جولتنا الصحفية بنشكر حضرتك الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شرفتنا في قناة النيل الأخبار. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك أستاذ. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، فاصل ونلتقي بزميل محمد شعبان ووقفتنا الاقتصادية في هذا الصباح.